بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم وطاب مساءكم بكل خير وبركة ومحبة. هكذا كالعادة نتواصل في ميدان المرموم عبر شاشة دبي ريسنج في هذا النقل الحي والمباشر ختامي المرموم في هذه الانطلاقات. مهرجان المرموم التراثي الختامي يحمل سن الكبار، يحمل سن الثنايا. في هذا المساء انطلقت كل الأشواط، انطلقنا مع مسار هذا الشوط وهو ثامن أشواط مساء هذا اليوم، يحمل الأبكار الثنايا المهجنات الأصايل، يحمل الثمانية كيلو مترات، يحمل شعارات تشكلت في ألوانها أتت من كل ميادين الخليج للمشاركة في دبي دار الحي في المرموم بالذات. انطلق الشوط وانطلقت الأمال مع المشاركين فيها تحقيق الفوز وناموس وسيارة هذا الشوط والزعفران والانطلاق الجميل والرائع. نسير مع المراكز الأولى، وصفة على مقدمة الشوط، وصفة عيسى بن هدي بن حمد بن خزام العامري ياتي بالمركز الأول ويندفع بالمقدمة في هذا الشوط، تليها في المركز الثاني وتتقدم على ثاني المراكز تأتي في المركز الثاني. سعيد بن مايد بن سالم الكتبي يتقدم على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث التواجد وجدان على المركز الثالث وسيف بن علي تتواجد هذه. مشاهدين العزاء، أشوف المركز الثالث جناب تأتي هذه جناب على المركز الثالث، يقدم جناب حمد بن راشد بن غدير مع جناب المركز الثالث. المركز الرابع في هذه اللحظات وسام سيف بن عبد الله بن مايد المسافري يقدم وسام على المركز الرابع. أما المركز الخامس مسير بيشان بن محمد بن فهيد الرزق العجمي يقدم مسيرة على المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز السادس وهذه اللي تتواجد اللي هي وجدان سيف بن علي بن راشد بن كليب يقدم وجدان اللي تاتي في المركز السادس في هذه اللحظات. واشوف المركز السابع في هذه اللحظة دخول افعال محمد بن مطر بن دحروي العامري يقدم افعال على المركز السابع. اما المركز الثامن السايحة حمد بن هيان العامري يقدم السايحة على المركز الثامن. أما المركز التاسع ثجاجة في المركز التاسع تأتي ثجاجة، سعيد بن بطي بن محمد الحسن المري يقدمها. والمركز العاشر هذه العاشر اللي تقود المجموعة الأخرى اللي تقود هذا الكم وهذا السيل اللي بعد العشر، العاشرة اللي هي مشاهدي العزاء غياثي لسعادة فري بن علي بن حموده الظاهري. هذه العشر المراكز، هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط، المتقدمة في انطلاقة هذا الشوط في هذا الاندفاع في هذه الأثار الحاضرة الرقصي مع الكبار. المرموم دائما كل ما هو جديد كل ما هو جميل. نسير مع المراكز الأولى، ننطلق مع هذه الأجواء الجميلة المبشرة بالأمطار إن شاء الله، السماء ملبدة بالغيوم في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان، وتواصل المرموم وانطلاقاته وتحدياته. نسير مع المركز الأول، نعود مع الواثق هذه جناب تأتي في المركز الأول غيرت إلى المقدمة. جناب الواثق تأتي بالمقدمة ومع هذا الاندفاع، وحمد بن راشد بن غدير يقدم جناب على المركز الأول، تليها في المركز الثاني وصايف
نايف عيسى بن هادي بن حمد بن خزام العامري ياتي على المركز الثاني. في ثاني المراكز أما المركز الثالث، ثالث المراكز تتقدم فيه وتتواجد هذه وسام سيف بن عبد الله بن مايد المسافري، يقدم وسام من وسام إلى أهل المدام، من وسام إلى بن كليب، يتقدم في هذه اللحظات ويقدم لنا وجدان 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 سيف بن علي بن كليب الاكتبي، يتقدم مع وجدان في هذه الانطلاقات أخذ المركز الخامس ليكمل النداء للمراكز الأولى. وهذه مسيرة بيشان بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي يتقدم، وبن دحروي يتدخل في هذه اللحظات أفعال محمد بن مطار بن دحروي العامري. وهذه الست المراكز، المركز السابع باخذ، المركز السابع وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل أرجنت تأتي في هذه الانطلاقات سعيد بن مايد بن سالم الاكتبي يتقدم في هذه اللحظة. المركز الثامن هذه اللي وصلت اللي تحركت في المركز الثامن، هذه المركز الثامن هذا تعود ملكية سعيد بن بطي بن محمد الحسن المري تتقدم، بينما هناك حمد بن سالم بن هيان العامري اللي هي السايحة في المركز التاسع. أما المركز العاشر، عاشر المراكز بنشوف هذه المركز العاشر، هذه العاشرة اللي تقدمت اللي انطلقت على المركز العاشر زعفران محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة للعشر المراكز، ولكن خلف العشر لا زالت أسماء، خلف العشر لا زالت شعارات، خلف العشر الكثير والكثير، شوط يحمل شعارات وأسماء. 8 كيلومترات تحتاج للتركيز، تحتاج للتأني وللمتابعة مع الملاك والمسايرين والمضمرين المتابعين لهذه الانطلاقات، المتابعين لهذه التحديات الجميلة والرائعة في أرضية هذا الميدان الجميل. نسير مع المراكز الأولى، نتقدم مع المقدمة مرة ثانية، نروح مع المراكز الأولى. 3 كيلومترات، 3 كيلومترات مع حزام القابات وصلنا لها، وصلنا لها في 8 كيلو، يعني قطعنا الخمسة، تبقت الثلاثة في هذا المسار. نقطف المرموم ثمينة في ختامي المرموم، أمنية كل المشاركين. أتقدم إلى المركز الأول وأعود مع المقدمة، وهذه جناب حمد بن راشد بن غدير، ولكن من الجانب الثاني اللي هي وجدان و45 وجناب رغمها 35، شوف يتبادلا كذلك ما بينهن هذه المراكز. هذه وجدان بن كليب سيف بن علي بن كليب الاكتبي يتقدم مع وجدان، واداها جميل وانطلاقتها رائعة. المركز الثاني مشاهدي الاعزاء، ثجاجة تأتي في هذه اللحظات، ثجاجة تتقدم في هذه الانطلاقة، غيرت إلى مقدمة الشوط. سعيد بن بطي بن محمد الحسنة المري يتقدم، غير الثجاجة على مقدمة الشوط في هذا الاندفاع والانطلاق، بينما تراجعت إلى المركز الثاني اللي هي جناب حمد بن راشد بن غدير. المركز الثالث لازال التواجد في هذه اللحظات لوجدان سيب بن علي بن كليب على تنافس الشوط، تبادل ما بين الثلاث المراكز سريع للغاية. أما المركز الرابع اللي يختل للجميع، سيف بن عبد الله بن مايد المسافري يقدم لنا وسام، يقدم وسام في هذا الانطلاق، وبن دحروي، بن دحروي أفعال محمد بن مطار بن دحروي، وهناك السايحة حمد بن هيان العامري يقدم السايحة على
المركز السادس. أما المركز السابع وصلوا الجماعة اللي كانوا في العشر أو خلف العشر. بدأ الزحف، بدأت الأمور، بدأت الانطلاقات، وهذه زعفران محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة واصلة، واصل بالنصرة، واصل بالنصرة كذلك، ووصول هناك تدخل كذلك من قبل الصافية، الصافية سعد بن عثمان بن محمد في هذه بن أحمد، هذه تقدمت، ولكن خلاص بعود مع المراكز الأولى، بتابع المراكز الأولى، خلاص مع الخمس المراكز، مع الأمتار الأخيرة ومع تحديات هذا الشوط. لمن شوط المهجنات؟ لمن زعفران المرموم بالمركز الأول؟ لمن هذه الانطلاقة في هذا الشوط؟ النقطة الثمينة بأداها، بانطلاقتها، والألف ومئتين، الألف ومئتين، الألف ومئتين على مقدمة الشوط. هذه ثجاجة على مقدمة الشوط. سعيد بن بطي الحسن المري يتقدم بالمركز الأول، ولكن المركز الثاني الواثق مع جناب على المركز الثاني، مع الواثق حمد بن راشد بن غدير، وسام في المركز الثالث، سيف بن عبد الله بن مايد المسافري، وبن كليب على المركز الرابع، وراعي اليمشة واصل، راعي اليمشة واصل، والداهية مركز في مسار الشوط. الله 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 الله، يا هذه الانطلاقة، الله، بدأت الأمور. الستمية متر الأخيرة الحسنة على مقدمة الشوط، ولكن السايحة أهل الهير، راعي اليمشة حمد بن هيان العامري، راعي شواهين، راعي الإنجازات، الداهية عبد الله في المتابعة دائما وأبدا في هذه الانطلاقات. بن كليب قادم كذلك، وبن دليوي قادم، والحسنة، ولكن أهل الهير عودهم هذا الداهية، عودهم بن هيان. تهانينا لحمد بن هيان العامري على فوز السايحة وأداها الجميل، وسلام لأهل الهير، سلام وتحية على السايحة، على هذه النوعيات يأتي بها حمد بن هيان دائما وأبدا بالفوز والناموس. أسعد الله مساك على هذا الفوز، تهانينا وناموس فوز السايحة بالمركز الأول. المركز الثاني، من وصلت في المركز الثاني مشاهدي الأعزاء لسعيد بن بطي الحسن المري، والمركز الثالث سيف بن علي بن كليب الاكتبي الوجدان، والمركز الرابع من تدخلت فيه مشاهدي الأعزاء دان سعيد بسيل بالدريوي، والمركز الخامس اللي هي جناب لحمد بن راشد بن غدير. هكذا كان الشوط، هكذا كانت الآثار. هذه السايحة 12 دقيقة 24 ثانية توقيتها وجزء واحد من الثانية، سلمت على أهل الهير وحدة حمد بن هيان العامري هذا الفوز وهذا ناموس المستحق بهذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل. تهانينا وسلاماتنا لأهل الهير. ناخذ المركز الثاني ونشوف. المركز الثاني هذه على شاشة التلفزيون 12 دقيقة و25 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكها مشاهدي الأعزاء سعيد بن بطي المري، والمركز الثالث 12 دقيقة 25 ثمانية أجزاء من الثانية بن كليب على ما أعتقد. المركز الثالث هذه وجدان لسيف بن علي بن كليب حلت في المركز